محد في الدنيا خلي مطلوب ولا مبتلي محد في الدنيا خلي مطلوب ولا مبتلي حتى اللي عايش مخملي حتى اللي عايش مخملي أحيانا يسعى ألو، هلا خالد؟ لا ما فيني شيء. أوكي. إنزين. أبوي. Thank you.
ايه ظهر حالة ريم النفسية من سيء إلى أسوأ، وهذا اللي كنت أبيه يا خالد. والخطة ماشية مثل ما أنا أبي بالضبط. وإذا على موضوع التفرغ لا تحاتي، رئيس النادي قال إن كل شيء راح يكون عليهم. بعدين ما أعتقد إنه راح يمانعون احترافي هناك. أنا رايح احترف عشان أرفع اسم ديرتي، مرايح ألعب وبس. يبا لا تحاتي، ترى المسؤولين ما راح يقصرون معك. أنت أهم شيء شد حيلك وتعطينا لمساتك السحرية كريستيانو رونالدو على ميسي. عاد تصدق الفترة الجاية هذه راح تكون أهم فترة، راح تكون فترة تجربة وعليها راح يكون الاختيار. إن شاء الله عاد أنا بسوي اللي علي وإن شاء الله الباقي على الله. يبا ونعم بالله. بس انت ما قلت لي، قلت حق اهلك انت مسافر. لا حبيبي لا، عاد هذه مفاجاه ما راح اقولها. شكلك تعطيه نظام طياره. الو هلا والله، شنو الله الله على العلامات الحلوه والدرجات الزينه. زين وباقي المواد كلها زينة لا تحاتي. صج؟ يا بعد عمري وليدي الشاطر حبيبي. تعال تعال يمي بقول لك شيء. تعال قاعد هنا. شوف حبيبي، أبوك الله يرحمه كان مثلك شطور ومتفوق على كل أصدقائه، حتى كان يقول لي أبي ولدي إن شاء الله ولا بنيتي يطلعون شاطرين مثلي ودرجاتهم كلهم زينة، وأبيك أنت تكون شاطر وتتفوق على أصدقائك بعد. أوكي في وليدي معكم وين. بسوم مش نسأل ما نتأخر. الطيب عطاري السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. لو طار يا مليون حبيبتي، أخوي أغلى من المليون. شلونك حبيبي، شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. سلمان إيش فيك صاير؟ ماكو، بس صار موضوع وهو سبب حالتي هذه. سلمان إيش فيك، خرعتنا عليك قول. وصلت رسالة حق النادي. ايش صاير؟ خير ان شاء الله. شنو الرسالة هذه يعني؟ قول تحكى. الرسالة اني راح اسافر الاسبوع الجاي حق تجربة الاحتراف. يا البايخ يا البايخ يا البايخ. شنو؟ ايش فيك؟ شو القشمر البايخة مالتك هذه؟ وقفت قلبي. يبا عادي قاعد تغشمر، ايش فيك انت؟ هذا اللي اغلى من المليون، هذا اللي اغلى من المليون. المليون بس عاد ماكو شاي. يلا وخر وخر وخر. ليش اشرب شاي؟ ايش فيك قلبي؟ ايش سوالف البايخة مالتك؟ مو عادلك الصنفور؟ اي صنفور يا عمي. خليني الحقك الحين. ايش فيك على الصوت يا عمي؟ لا تلعب اللعبة هذه مرة ثانية معاي، قلبي بغى يوقف. قاعد غشمر وياك يبا، ايش فيك؟ ها يا انت يا معترف. ايش فيها تواصل؟ فيك يا دلع عود دل مالك يعني توه الحين دلعك الحين بتكفك والله عندها عاد غش مو عاد كلش ولا بس شلونك يبا؟ هلا هلا حبيبتي، هلا ري. تعالي تعالي، وين رايحة؟ تعالي تعالي، أنا أبيك، تعالي قدي يمي.
ريم حبيبتي عندي لك خبر، اذا سمعتيه بتطيرين فوق من الفرحه. خير يبا شنو فيه؟ باكر ان شاء الله بتروحين معاي شركه اخوك وتستلمين منصبك الجديد. كل شيء جاهز ومرتب، بس ناقص وجودك. صدق يبا؟ طبعا يا بنيتي. لا، وابيك تديرين الشغل باقتدار، ابيك تصيرين الله يرحمه يعني مثل لو احسن بعد شويه. ها ايش قلتي؟ مشكور يبا والله ما قصرت. ولا تحاتي راح اكون قدها ان شاء الله. انت ان شاء الله قدها يا بنيتي. لا، وانا ابيك تصيرين احسن من اخوك شويه، هو راح الله يرحمه، ابيك تديرين العمل باقتدار. يبا انا بصعد غرفتي. روحي يا بنيتي، روحي ارتاحي. واخيرا قرب حلمي يتحقق. لو تدري يا خالد كان بتطير من الفرحه. السلام عليكم. يا هلا بستاذه اسمع. هلا والله. شلونك ام منال؟ الحمد لله. شلون صحتك؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله. الله يسلمك يسلم عمرك ان شاء الله. حبيبتي ترى انا جايه اطمنك وريح بالك واقول لك ان بنتك بخير وعافيه، وان شاء الله قريبا بتشوفينها هني عندك بالبيت. بس انا اللي ابي منك انك انت تصبرين وتستعينين برب العالمين. يا معين يا رب العالمين، ان شاء الله على ايدك تظهر براءه بنتي. رب العالمين ان شاء الله ينصرنا ويظهر براءتها. انتي بس ارتاحي وريحي بالك. وعلى فكره ترى منال تسلم عليك وايد، انا جايه ابلغك سلامها. الله يسلمك ويسلمها. بنتي ريم، من اليوم ورايح إن شاء الله هي المسؤولة الأولى بالشركة، يعني هي الكل بالكل، يعني هي المدير العام، وأي قرار وأي شيء يصير بالشركة لازم بعلمها. مفهوم؟ مفهوم. طيبة، عندك استفسار، عندك سؤال، عندك شيء ودك تقولينه؟ إيوة بعد إذنك. تفضلي. أنا أحب الشغل يكون منظم وإنكم تسوون كل شيء من بعد إذني طبعاً، وأبيكم تنسون كل القرارات اللي أصدرها راشد قبل وتتبعون القرارات اللي راح أتخذها من يوم ورايح، واللي راح تغير حال الشركة للأفضل. خلاص يا عيبة، من اليوم ورايح الشركة شركتك، تصرفي واصدري أي قرارات تبينها، والموظفين إن شاء الله بيقومون بالواجب وأكثر. صح؟ إن شاء الله. أتمنى. تفضل. تفضل. لا يا بنيتي، الحين انت المدير العام، انت صاحبه الشركه، تفضلي. شكرا يا ابو، ما قصرت. الشكر لله يا بنيتي، استريحي. ايش قاعد تقول؟ شو المساله هذه؟ مو من حقهم يدشون الشركة ياخذون مناصب. أدري 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 مالك شغل. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص خلاص ماشي، مع السلامة. ما أدري شو أسوي، شنو التصرف الصح اللي أقدر أسويه؟ أسكت ولا أقول اللي أعرفه وداهم قصب عنهم؟
نواف تعال. هلا استاذ طلال. اسمع نواف، ابي ملف منال جاهز بكل الادله قدامي، ما بيضيع وقت. انا قضيه بالنسبه لي وايد مهمه. حاضر طال عمرك، كل اللي طلبته يكون جاهز عندك. يلا يا بسمة، شو اللي عندك من أدلة؟ أصلاً القضية منتهية منتهية ولابسة موكلتك. يلا يا شاطرة، راوينا شطارتك. أدري أدري يا أم فراس، أنا أدري فيها إيش قاعدة تسوي. قاعدة أقول لك أدري، قاعدة تسأل وتنبش وما خلت مكان ما راحت له وما خلت واحد ما سألته. تبي تطلع منال براءة؟ طيب أنا إيش تبيني أسوي؟ هذه شغلتها، هي محامية. ها يعني شلون بالله أذبحها؟ ها جنيتي أنت؟ يلا 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 مع السلامة، بس يلا فكينا. يه إيش تبيني أسوي له؟ خير يبر صاير. صاير بعد هذه اللي اسمها بسمة عبد العزيز المحامية، طلعت مية هينة باسها قوي. شنو يبا ايش قصدك يعني؟ بتطلع منال براءة ولا شنو؟ العلم عند الله يا بنيتي، عاد احنا صابرين ونشوف تاليتها. وينها ريم اليوم؟ ما بينت، صايرة وايد تغيب، كل ما أدق عليها ما ترد. ليكون كبر رأسها علي. لا 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 ما تقدر. صباح الخير يا عماد. صباح الخير استاذ. شلونك؟ تمام الحمد لله الله يسلمك. على فكره يا فندم الخبر نزل في كل قريت النهارده. اي شفته اليوم قريته. ادعي لنا عسى الله يوفقنا ان شاء الله. موفق ان شاء الله استاذ، بدعي لك والله. عماد ضروري تكلم بالمستشار اليوم، تقول له ابيك ضروري انا. حاضر يا فندم. انا يا حاضر. حاضر يا فندم. استاذ بسمة مرحبا. اهلا اهلا استاذ راشد، حياك الله. اهلا وسهلا. الله يحييك. انا اسف اذا بدون موعد، بس في موضوع ضروري بخليك منك فيه. لا لا ابدا، اي وقت حياك الله تفضل. الله يحييك. دام فضلك. تفضل استاذ راشد، حياك. دام فضلك. الله يحييك. اهلا وسهلا. يا هلا فيك استاذ. قل لي شنو الموضوع الضروري اللي تبيني فيه ومضايقك بنفس الوقت؟ يا استاذه، اللي قاعد يصير بشركه فراس سرقه وحرمنه، ما هو شيء قانوني. شركتهم وكيفهم، وانت اذا كان لك حقوق نقدر ناخذها بالقانون، صح ولا لا؟ بصراحه مو متفائل من عرفت ان ريم سكت الشركه. ها قصدك شراكه خالد مع ريم صارت قاب قوسين؟ عادي، شو المشكله؟ نارهم تاكل حطبهم، احنا ايش علينا؟ لا لا يا استاذه بسمه، هذا يعني ضياع بكل شيء، حرام وصاحب الشركة. الله يرحمه، هذه الدنيا يا راشد. أستاذة بسمة أنت مو فاهمة شيء. شنو اللي مو فاهمته؟ أنت خاش عني شيء؟ لا 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 ماكو شيء، بس عندنا معاملات وفلوس للحين ما حصلناها من العملاء، خايف لخالد يشفطها. خالد من زمان كان بخاطر أن يشارك المرحوم، لكن فراس الله يرحمه كان رافض هالشيء هذا لأنه يعرف أخلاقيات خالد عدل، والحين خلاص جت له الفرصة على طبق من ذهب. زين عندك أوراق الملكية أو نسخة منها؟ نعم. إيه علشان نعرف منو اللي مشاركهم وشنو نسبة مشاركتهم. إن شاء الله.
انا اشوف المحامي واعطيك خبر ان شاء الله عن ابنك. عفوا انا ما قلت كذي، بس يعني مستغرب وجودك بالمؤسسه هالحزه. لا والله مسوي روحك مو شايفني صح؟ روان انت ايش فيك؟ حقك راح تاخذينا بالكامل، بس نطرى عليه شوي على ما تهدى الامور. يعقوبو اللي لعبت بذيلك والله لا افضحكم كلكم، اقول روان ما قالت. هدي يبا هدي، قلنا لك حقك راح تاخذينا كامل، بس لا تسوينا سالفه. ماشي يعقوبو، اشوف اخرتها معاك، صاج ولا كذاب؟ عن اذنك. من طلعت لنا وش الحظ اللي خلاها تسمعنا؟ نعم، ايش تبي انت الثاني وليش صافط كذي؟ يعقوب انا محتاج فلوس. ما عندي. شنو ما عندك؟ يعقوب انا محتاج فلوس وابيهم ضروري اليوم. قاعد اقول لك ما عندي، ايش فيك ما تفهم؟ من وين اجيب لك؟ لا عندك فلوس وانت تعرف من وين تجيب الفلوس وابيهم اليوم، محتاجهم ضروري. تبي فلوس؟ اي محتاجهم ضروري. اغبض من دبوش. شنو؟ يعقوب! 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 تعال! يعقوب! ريم؟ ها؟ هذه المحامية اللي اسمها بسمة، شو عندها بتينا؟ شو تبي؟ ترى أنا ماني فاضي لها. يبا ما أدري، هي قالت بيكم، عندي موضوع ضروري بتكلم معاكم فيه. الظاهر تبينا نتنازل عن القضية وتطلعنا إحنا غلطانين وإحنا اللي ذبحنا ولدنا. صلي على النبي يا بنت الحلال، شو هالحكي اللي تقولينه؟ اللهم صل وسلم عليه. أصلاً الجريمة واضحة والتهمة ثابتة على منال. أنا ما أبي أشوفها. يا معودة إحنا خلينا نشوفها ونشوف إيش تبي وبعدين خليها تولي. كاهية وصلت المحامية بسمة. السلام عليكم. ايش تبين يايا؟ انا في بيتكم، ردوا السلام على الاقل. ما حد قال لك تين. اسمعني ابو فراس، هذه اذا ما مشت من هني انا بدش داري، لاني ما احب اسمع شيء. نعم، ايش تبين؟ ما عندنا كلام نقوله، خلاص الجريمه واضحه والتهمه ثابته على منال، واحنا قاعدين ننطر حكم الاعدام ان شاء الله. وانت يلا قلبي الباب فارجي. طلعي برا، قلت لك طلعي برا. ما ألوم منال وياكم. يلا ما
ابدا والله يا ابو عبد الله، حسيت فيهم مو راضين يسمعوني بالمره، يبون منال تلبسها التهمه باي شكل من الاشكال، ومو راضين يقتنعون ان اي شخص ثاني ممكن يكون هو اللي سوى الجريمه الا منال. وانا حسيت ان الزياره هذه وايد فادتني، وايد ما تتصور ايش كثر. والحين عرفت ايش كثر اهل فراس يكرهون منال. وراك امتحان صعب يا بسمه. وانا قدها يا ابو عبد الله، لا تحاتي. مع السلامه. الو انت وينك؟ ابيش تمرين البيت اليوم ضروري ضروري، سامعتني؟ يلا باي باي. الو، هل ابو فراس؟ الله يحييك، انا بخير الله يسلمك. خير، ايش فيك؟ شلون ياتكم البيت؟ متى وش قالت؟ ما قالت شيء اصلا، احنا ما خليناها تتكلم. ام فراس طردتها. ايش حقه طردتوها؟ كان سمعتوها ايش تقول؟ يمكن تبي تقول لكم شيء مهم. يا معود احنا ما نبي نسمع منها شيء، احنا كل اللي نبي نسمعه حكم الاعدام على منال، هذا الشيء اللي يريحنا. واسمع يا طلال، ترى اذا جاتنا مره ثانيه بشتكي عليها. يا ابو فراس لا تستعينوا الامور، ما في داعي حتى للشكوى، هدوا الامور. القانون هو اللي بيحكم في القضيه هذه. يا ولد الحلال علامك كف عليك، أنا متأكد منال هي القاتلة. إنزين زين إنزين زين، يلا حاضر حاضر، مع السلامة. واللي هذا طلال كلامه مو مريحني، ماني عارف أخذ منه لا حق ولا باطل. هم فراس بشري، شلون ريم؟ خنت حيلي، قافل على روح الباب، مو راضيه ترد علي. حسبي الله عليك يا منالو، حتى وانت بالسجن ما احنا مرتاحين منك. على فكره يا مرزوق، ترى دخلت هالمحاميه على نعفستنا عفاس. تحمدي ربك يا بنت الحلال، الحمد لله على كل حال. والمحاميه ما جاتنا اليوم الا لان موقف منال ضعيف. الله يسمع منك. الله كريم، الله كريم. الظاهر الكل قام يحسب حساب بسمة بهالقضية، بس يمكن توصلتي لأدلة مهمة تبرئ موكلتك من هالقضية. عفية 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 عليك يا بسمة، انت قدها فعلا. الكل قام يحسب لك حساب. ودي أعرف شنو الأدلة اللي عندك بتقدمينها للمحكمة يا بسمة.
شن هي الأدلة؟ أنا ما أدري شلون جتك الجرأة تروحين. تبين الصج؟ ما توقعت إنك تسوينها. هو ليش؟ بياكلوني ولا بيذبحوني؟ أنا رايحة أقول لهم أشياء لازم يعرفونها علشان لا تضيع قضية ولدهم بفرضيات سخيفة وتنجي القاتل الحقيقي، ولا تحجب خيوط ثانية مهمة في القضية. رضوا أهلا وسهلا، ما رضوا القضاء يفصل بيننا. إنزين وش قالوا لك؟ رضوا؟ بيه 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 انفجروا بويهي. صدقين ما يطيقون يسمعون اسم منال، لو طردوني شر طرده. وي انزين وريم؟ ريم حسيت انها مو طبيعيه. البنت كنا حالتها بدات تزداد سوء، كانت رده الفعل غريبه، لا والنيرف عندها عالي. ما ادري، ما حسيت انها طبيعيه. عيلانة اقول لك يا بسمه، الظاهر ريم قطعت العلاج وردت لها الحاله. المصيبه ان اهلها مو حاسين فيها ولا واعين لحالتها. كره منال عاميهم. ما ادري ايش اقول لك عيوني، لما دخلت الشركه حسيت إنه أنا بعالم ثاني. لما أبوي قال لي تعالي يا ريم قاعدي على المكتب، حسيت إنه أنا ملكة. الإمبراطورة، شعور وايد حلو. حسيت إني فعلاً بعالم ثاني، خيال وايد خيال. عليك بألف عافية حبيبتي، ومن هلالة إن شاء الله. وأنا متى بتاخذيني معك؟ وشنو هي وظيفتي؟ لا تحاتيني، اللي تبيني راح يصير. بعد عمري أدري فيك، ما تقدرين تستغنين عني. زين متى راح اداوم؟ لا تحاتيني، انتي تدرين ان انا ابيك بالشركه ولازم تكونين معي، بس خليني هاليومين اضبط الوضع وصدقيني راح اقول لك. خلاص نشوف. حبيبتي انا سالت منال عن ريم وهي اكدت لي هالشيء وقالت لي ان اول من عرف بالموضوع هذا اخوها فراس. عيل مثل ما قلت لك انا، ولا نسيتي؟ اي بس انا بتاكد اذا منال فعلا تعرف حاله ريم ولا لا، لان ريم حاله استثنائيه. واي بسمة، انا ما فهمت شيء، شلون يعني؟ حبيبتي حاله استثنائيه يعني ما استبعد الشك فيها، وانها لها علاقه بكل الخيوط اللي تدور حوالين منال وفراس. يعني ممكن تكون هي تعرف القاتل الحقيقي. والله ممكن. انزين تعالي، الخطوة الثانية بالنسبة لي شنو؟ الخطوة الثانية أنا بقول لك إياها، بس أكو شغلة بسيطة أنا لازم أول شيء أعرفها وبعدين بقول لك أنت إيش تسوين، أوكي؟ إنزين؟ موفق إن شاء الله. أجمعين يا رب. خلينا نسمع صوتك إن شاء الله. إن شاء الله أبوي. تعال تعال تعال. إيش فيك؟ بشر بشر إيش قال لك؟ اسمع، أول ما قلت له إني بروح أحترف بأوروبا استانس طار من الوناسة، قال لي روح الله يوفقك. قالك الله يوفقك ياس، وانت ايش حقه مستانس اكثر مني؟ انا اللي بروح ولا انت؟ ايش فيك؟ ترى انت اخوي، انت اللي بتسافر يا كني انا مسافر. انزين قول لي متى راح تاخذ التفرغ هذا؟ حبيبي على التفرغ قال لي لازم اي موافقه من النادي وكتاب من الهيئه. انزين اي، وهذا كله متى راح عندك تسوي؟ هالاسبوع هذا اخلص، انه ما يبي له شيء. شوف لحظه انا اقول لك شغله، الاسبوع هذا عشان تخلص انت بسرعه لازم تدري تاخذني انا واسطه معاك، خلص لك اجراءاتك وادخل عليهم اقول لهم لو سمحت ترى انا من طرف. لحظه يا حبيبي، شلون من طرف؟ يكون بعونك يا سادة منال، حسبي الله ونعم الوكيل واللي كان السبب. ليش كل هالحظ؟ كل هذا لأنك إنسانة ناجحة بحياتك ومتميزة؟
بس هم ما توصل لهالدرجة إن يتهمونك بقتل فراس. حرام والله حرام. أي بلد حاتين، كل شيء ماشي تمام. إيه كلمت العم خالد، قعدنا نمشي هنا ترى تكة تكة مو مستعيلين على شيء. إيه منال، منال حبيبتي خلاص، منال بح، ماكو شيء اسمه منال. إيه دام العم خالد قدر يخلي ريمو بصفة ضد فراس ومنالو، ابشري بالخير، الأمور كلها طيبة والخير راح يجينا. إيه أنا يعقوب أفع عليك. إيه حاضرين. رتوجة حبيبتي قاعدة هني. حليمة رتاج، يما ايش فيك عيونك حمر انتي باكية؟ اي يما تذكرت السادة منال. اي يما الله يفك عوقها. امين يا رب. لا ما قلتي لي ما شفتي اخوك يعقوب؟ لا يما ما شفته اليوم. تبيني ادقلك عليه؟ اي والله يما يا ريت. الو يعقوب يما وينك؟ هلا ترى دوختينا انت يعني وين؟ بالقهوه؟ اي ما اعرف يجي حملني. اي في شيء تبون شيء؟ يلا ثم الله. هذه الوالده حاتي زياده عن اللزوم الله يهداها. بس وين الشان يا ولد؟ يا يبك الشان ايش فيك الله يهداك؟ اوه والله طار عقلي طار. ايش اللي ماخذ عقلك بعد؟ قول. اللي ماخذ عقلي يا حمني سفره بعد كم اسبوع اروح اغير جو وارجع اني واطق هذاك الموتر من الوكاله كاش. سفره وموتر؟ ايش فيك طايح من عينك؟ انا لا يبا مو طايح من عيني ولا شيء، بس انا اللي عارفه انك انت حافي منتف. من وين لك الفلوس حبيبي؟ حافي منتف هذا قبل، انا الحين انسان ثاني بزنس. هذا الجمجمة تشتغل صح حبيبي. أنا أحسن منك، مو طرق الراتب طرق وظيفتك. أنا توني أدري أنك رجل أعمال. عبالك يا قوي شوية حبيبي. السلام عليكم. عليك السلام. هلا جراح. هلا 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 بجراح. هلا حاتيك ما شاء الله جراح الحين من البيت للمسجد ومن المسجد للبيت، صار ملتزم. استغفر الله ربي واتوب اليك. حتى الواحد لما يصلي تطنزون. استغفر الله. يبا الريال بيصير ملتزم شنو فيها يعني؟ الراح ما باركت حق الريال. بارك على شنو؟ ريال صار عنده فلوس وسفرات وبعد يومين بيطق له موتر. لا سفرات وموتر ها؟ لا يا معود قاعد يضحك عليك ترى، قاعد غشمر وانا وياه بس كذي ترى ماكو شيء. هي مو حلال عليك وحرام على غيرك. هذا ايش فيه زعل؟ معود خليك منه، هذا ما عنده سالفه، صاحبي وعرفه زين، حقود وخبيث وما يبي الخير للناس كلش، انساه. كيف شيشه يا ولد هناك؟ كيف شيشه؟ قول يا يعقوب سواها قدر يفر عقولهم بهالسهولة. أنا قايل من زمان يعقوب هذا ذيب، والله ذيب. ما أدري شلون، أنا ما أدري شلون ماشي واحد ما وراء إلا الخراب وأذية خلق الله. الله يستر منك، الله يستر منك يا يعقوب ومن سواياك. أنا ما أدري آخرتها معك شنو، ما أدري والله. يا رب يا
يا رب. شنو؟ ايه، انا من زمان كان ودي اشتغل بالشركه. تذكري لما كنت اقول حق فراس اخويا بشتغل معك وما كان يرضى؟ كان يبيني اشتغل معاه بالشركه، ما ادري ليش. بس انا الحين مديره هناك، انا ماسكه الشركه وانا اتحكم بكل شيء، حتى اللي معاي بالدوام كلهم قاعدين يترجون انهم يشتغلون معاي بالشركه. شنو؟ زين، راح اخذك معاي. Silence.